وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ شادي محسن الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ شادي، بعد التحية، يعني الدور المصري في جهود الوساطة في ما يتعلق بما يحدث في غزة متصل ومتواصل منذ اليوم الأول لهذه الأزمة، كيف ترى المستجدات في هذا الإطار؟ لا، هو طبعا المرحلة دي الدور المصري أو الجهد المصري فيه حيوي جدا، لأن التقديرات والتوقعات كلها تقريبا كلها حرفيا كانت بتميل لفكرة صعوبة نجاح عقد هدنة جديدة. كانت التوقعات كلها بتقول إن خلاص يعني نجحنا نعمل هدنة قبل كده مش هنعرف نعمل التانية. والأسباب كانت كتير، الأسباب كانت تتعلق بإسرائيل وتتعلق بحماس. فيما يتعلق بإسرائيل، الكشف الإسرائيلي المحتل استاذ شادي والعسكري، انا سمع حضرتك. هو انا اللي محتاج اسمع حضرتك، يعني لو ممكن بس تتوجه الى مكان يكون اكثر وضوحا في الصوت، تفضل. طيب انا تمام. فانا كنت بتكلم على الاسباب اللي كانت بتؤدي الى صعوبه نجاح هدنه جديده. الاسباب تتعلق باسرائيل واسباب تتعلق بحماس. نعم. المره دي الموقف المصري كان حاسم وكان مهم جدا، وحقيقي في كل مرة بيتضح أن مصر هي المحدد الحاكم لبناء أي سيناريو يتعلق بغزة يعني أو يتعلق بالمنطقة بشكل عام. نعم. المرة دي الأمر يختلف، لأنه زي ما أنا قلت التوقعات بشأن الهدنة كانت مستحيلة، أن عقدها يعني أو النجاح في الوصول إليها. فطبعا الزيارة بتاعت إسماعيل هنية بمبادرة مصرية دي معناها أن مصر خلاص عندها حاجتين مهمين. نعم. عندها أطروحات فيما جايه من امريكا وجايه من اسرائيل وجاي يعني من الاطراف اللي معنيه الامر، وعندها كمان اقتراحات ازاي نعقد الهدنه. بالمناسبه كانت فكره المفاوضات لعقد الهدنه قبل ما يتم وقف تام لاطلاق النار، وقف الحرب تماما. طبعا مصر قدمت لا، احنا عايزين يبقى في مرونه، عايزين يبقى في احتمالات ناجحه لعقد الهدنه، لان الشعب الفلسطيني في غزه يعني مدمر تماما يعني. وفي ضغط كبير جدا على الحدود المصريه من اتجاه بعض الرفح الكيان الفلسطيني من جنوب قطاع غزه. طبعا يعني المساله المره دي انا بتوقع انه طالما هي الوجود في مصر يبقى احنا عندنا مقترحات وعندنا اطروحات. نعم. طيب نضيف تفضل. انه فكره التنازل عن وقف تام للحرب مقابل البدء في المفاوضات. الامر وده يعني حماسه عليه. رقم اثنين، ان اسرائيل تبدا فورا تجهيز قائمه بالاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيليه، ولازم تكون اسماء ثقيله، اسماء رنانه جدا، قيادات كبيره في الشعب الفلسطيني يعني. الامر الثالث، فورا تجهيز المساعدات، وطبعا معبر رفح مصر مفتوح 24 ساعة والمساعدات جاهزة للإنفاذ، فبالتالي إسرائيل لازم توافق على إدخال كامل المساعدات بدون تفتيش روتيني بطيء يعطل إنفاذ المساعدات. نعم. أربعة، إنه وقف فعلا لإطلاق النار في وسط وجنوب غزة، والبدء في سحب بعض الأرتل العسكرية في شمال غزة. هذه الأمور يعني طبعا يراها البعض من بعيد ان هي امور صعبه جدا، والحقيقه كان هي دي يعني هو ده كان التقدير. نعم. انه مستحيل هدنه يتم عقدها. طيب. لكن اخيرا زياره اسماعيل هنيه في قوه شديده. نعم. اريد ان اضيف المسات الاخيره على عقد الهدنه ان شاء الله. اريد ان اضيف الى زياره اسماعيل هنيه الى القاهره اليوم ايضا زياره وزير الخارجيه البريطاني غدا ولقائه بوزير الخارجيه المصري، وهي ثاني زيارة له في المنطقة. إذا وضعنا زيارتين جنبا إلى جنب، كيف يساهم ذلك في تعزيز ما توصلت إليه وما أشرت إليه من مقترحات لوقف إطلاق النار؟ هو طبعا يعني للأسف يعني غزة ترتبط بها أزمات متفلتة كتير جدا في المنطقة، جنوب لبنان أو باب المندب أو شرق المتوسط. نعم. أو فيما يحدث في سوريا والعراق. نعم. إن الدول زي بريطانيا والولايات المتحدة وبعض الأطراف اللي ليها مصالح في منطقة الشرق الأوسط يهمها إن تقدير يتحقق فعلا. نعم.
الأستاذ شادي محسن، يعني من الواضح أن هناك مشكلة في التواصل، ولكن على أي حال شكرا جزيلا الأستاذ شادي محسن الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.